صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لحلقة جديدة على الهواء من لابوتيك، هالبرنامج يلي من خلاله فيكم تتسوقوا تشتروا أغراضكم وفيكم تتصلوا معنا بحلقات مباشرة بجو كتير فيه أنرجي وأغراض كل يوم نفسر عنها بطريقة جديدة حتى تعجبكم وتقدروا تشتروها عبر اتصالاتكم فينا على الأرقام يلي دايما عم تقطع قدامكم على الشاشة. كما أنه بحب ذكركم بانطلاق ويب سايت خصوصي للابوتيك وهو لابوتيك شوبينج تي في دوت كوم يلي من خلاله كمان مشاهدينا فيكم تتصفحوا كل البرودكتس يلي بتشوفوهم تقروا عنهم تشوفوا الحلقات على يوتيوب كما ان على يوتيوب تحديدا كما ان تيوبز كما انه فيكم تتصلوا فينا او تطلبون اونلاين السيرفيس صار افيلبل للجميع وبنصحكم تتابعوا الحلقه من اولها لاخرها وتستمدوا منها الانرجي العاليه. كل الشباب هون عم بحيونا وبحيوكم بدورهم. خليني ابدا ببابلينج بفيديو بعرفنا اكثر عن الطريقه الانظف الافضل الاسهل والاكيد انها رح تنظف البشره من المسام. بفيديو بعرفنا اكثر على هالبرودكت يلي نمبر 1 كمان بلبنان صار من خلال ابوتيك. تابعوا هيدا الفيديو. فاذا بابلينج موجودة بجزئين أساسيين، أولاً الشعيرة الرفيعة يلي هي مايكرو فايبر يلي من خلال الذبذبات أو هيك الرجرج اللي بتعملها الفايبريشن يلي بتعملها ناجي من البطارية قادرة تخلي بشرتنا تنضف من الداخل كما أنه قادرة تشغل الدورة الدموية بالوجه بالجسم ككل. جزئين عم بتشوفون بس تشوفوا كيف تنوضع البطارية فهالقد سمبل وإيزي تو يوز. أكثر من هيك ما بصير لها شيء بالمي لأنه رح تستخدموها بقلب المي ومع الصابون أو بلا صابون، فالنتيجة وحدة بشرة نظيفة من العمق. هيدا شيء أساسي خاصة إنه هالشعيرات المايكروفايبر عم بفوتوا إلى داخل مسام البشرة بطريقة عملية وسهلة حول العينين ما بتأذي أبدا. وشوفوا كيف البشرة هيك أول شيء بتتغير لونها، الاحمرار هو نتيجة سيركليشن تبع الأكسجين بقلب البشرة. وفيكم تاخدوها من خلال ابوتيك حتى تستفيدوا منها حتى تحت الدوش يعني لجسمكم ككل أو لبشرة الوجه فقط. فمع صابون بلا صابون البابلينج هي أساسية بالتنظيف وهيدي الإكسبيرينس بتبين الفرق على قشرة الليمونة مع ومن دون البابلينج، فالنتيجة أفضل دايما بوجود البابلينج كلينزينج. إضافة للمشاهد الثلاثة يلي هلا عم نشوفهم وبفسروا لنا أكثر كمان عن طريقة التنظيف من خلال البابلينج. بابلينج موجود من خلال بوتيك بالسعر يلي عم تشوفوه قدامكم على الشاشة ودايما عبر 79-102-5678-9. موجودة بأربع ألوان مختلفة حتى كمان تتماشى مع التواليت عندكم أو مع الانستيتيو يلي عندكم يعني. فموجودين تطلبون من خلال بوتيك بالسعر يلي عم بتشوفوه قدامكم على الشاشة. رح يروح مع كادو وهو تيبانا يلي كتير منكم استفادوا منه بالشتاء وبالصيف. تيبانا رح تكون هدية مهضومة من خلال لابوتيك لتكون ضمن هيدا الباكج. فدايما عبر 79-102-5678-9 فيكم تتصلوا وتحصلوا عليهم. خلينا نشوف التيبانا كيف فينا نلبسهم ب 25 طريقة خاصة انه النقشات الجديدة وصلت وفيكم تتسوقوا هالمرة بألوان مختلفة إن كان سفاري إن كان الأمبران تبع الجيش أسود أبيض سادة والأورنج اللي عم نشوفه. تابعوا الفيديو لتعرفوا أكثر كيفية استخدامكم لتيبانا.
promising me your heart, but you keep leading me in the هدول الطرق فيكم تلبسوا فيهم الجبانة وقت تتصلوا فينا على الأرقام. لا بخبركم شو صار ولا ما بخبرون. فإذا دائما عبر 79-100-2-5-6-7-8 شايفين حدا بيمسك الركبة من تحتي وعم تغلي؟ نحنا. خليني أخبركم عن البلاكات اللي موجودة واللي هي اندكشن سيستم يلي بتخلي المي تسخن قبل الركوة. اليوم جايبين لي مي سخنة رح كبون وعمل لكم اياها من الاول. رح حط المي بالاكواريوم. هيدي الركوة مسكها كلها جورج ولعت شوطت ايده على الاخر. اوكي فهي الفكرة لفرجيكم انه كيف الاندكشن بتخلي المي تسخن مش الركوة. هيدا الفرق يعني. شفتوا لو كانت الركوة مسخنة المي فيها على الاندكشن ما كنت حرقت ايدك. هلا رح نرجع نجربها. رح نرجع نجربها مرة ثانية. هيدي هي أول شيء أنظف طريقة إنكم تشربوا مي لأنه من خلال كلين سويب. ومثل ما شفنا أوقات المي وقتها تكون ما بعرف ليش جابوها مسخنة فسخنت الركوة وحرقت له إيده. فإذا عملتوا مثل ما نحن هلا رح نعمل ما رح تحترق إيدكم. اكيد ما تمسكوها من تحت يعني على القليل المسكه ما رح تحترق. شوفوا شو رح يصير يلي رح يصير. اوكي صارت من هون صارت مسقعه. فوالا الاندكشن سيستم هي وسيله كهرومغناطيسيه انها تقدر تاخذ تعطي حراره بس للاشياء اللي موجوده ان كان بطنجره ان كان بمقلي حتى تقدر تعطيني ماكولات مسخنه او مطبوخه حسب الحاجه. فاليوم وقت اكون بدي سخن الطنجره الحراره بديها مختلفه عن اذا كنت بدي اقلي او اشوي او بس اغلي المي او سخن حليب او اعمل شوربه او قلب الاكل يعني اعمل قليه لحمه قليه بصل او اي شيء تاني. الاندكشن سيستم بخلي بس هيدا الكونتور الابيض هو انه يسخن فالكونتور التاني من الخارج بضله مسقع. فكمان هيدي طريقة امن خاصة انه توفير للكهرباء موجود لانه بتصرف يعني بتقدر تشتغل على 5 امبير. ووقتها بتشيلوا الركوة او المقلي ما بتضلها دايرة فكمان هون سحب الكهرباء ما بيكون بطريقة متواصلة. الفانكشنز اللي عم بتشوفون عليها فبتسمح لكم تكون اسهل ما تقعدوا كتير تفكروا قد الحرارة وقد لازم تصدر من خلال الاندكشن سيستم حتى تسخن لي او تغلي لي الاكل. وفي عندكم الاوبشن يلي انتم تزيدوا وتقللوا حراره حسب الحاجه. يلي رح نعمله رح ندور هيدي المي مسقعه بس تنأكد انه حطيناها. اوكي اللي رح اعمله رح نحط الركوه رح اروح على الفانكشنز لاخذ اللي بدي اياه يعني بدي المي انها تغلي حتى نعمل ركوه قهوه. رح تشوفوا كمان هلا رح ابعد شوي بس كرمال الانترفيرنس بين الاندكشن وبين المايكروفون رح تشوفوا هلا انه دغري المي رح تسخن قبل الركوه. فالسيستم هون مش انه بنسخن الاواني والحديد او الالومنيوم او الستينلس ستيل هو اللي بيخلي يسخن الاكل مثل على الغاز او على غير سيستم ثاني. وبالتالي شوفوا كيف دغري بلشت تطلع البخار فظيعه يعني عم تذهلني يوم عن يوم. ما بعرف اذا انتم مبينين بس انا من عندي اشعتها. فالباروا الخارجيه ما بتسخن والاكل مش انه بيسخن من الخارج وبصير يفقفق على الجوانب خاصه الحليب هيدي بتقدروا تقفروها. بالعكس المي هون هي يلي عم تسخن. رح نشوف. مش معقول يعني عن جد مثل اللابوراتوار ايام المدرسة يعني دغري بتعطيني نتيجة. فهيدا سيستم كهرومغناطيسي امن صحي نظيف. قربا اذا بدك خلينا نشوف ركوة القهوة قد ايه رح تاخد. شايفينها كيف عم تغلي فرح تعطينا النتيجة بوقت كتير سريع. يلي رح نعمله لأول ما ارفع الركوة
بتطفي، واول ما حط الركوه بترجع بتدور. بلشت حتى ركوه القهوه تغلي فما بتصور كم مره واحد راح قالوا له عملنا فنجان قهوه، وين صرت؟ ما خلصت هالركوه؟ شو بعد؟ شوف اذا غليت المي مزبوط. شو بعد في عبارات مع القهوه؟ شد الهمه. شو؟ شو غمه؟ ايه مزبوط. لك شو سريعه. شو بعد شي؟ يلا يلا فضفضوا. انه قهوه هالقد بدها القهوه لتخلص، شو عم بتقروا فوق القهوه؟ كنوا اثنين رايحين يعملوا قهوه، بتصير الامور. هلا جورج بس وسع وسع كادرك بعد امرك يعني، لانه وقتها بدي شيلها رح تطفي، وقتها حتى رح ترجع تدور. فاذا هيك اوكي وقتها بدي ارجع اقلبها بتخلص. رح اتركها لتفور هيك فورتين لتطلع طيبه فلذيذه. هون شايفين هيدا ما بيسخن، هون ما بيسخن، هون ما بيسخن. ها شوفوا دغري غليت يعني، مش اهدما. هيدا الشيء بينطبق كمان على مقلة البطاطا، على المشابه، على تحضير الشوربة. شايفين؟ ما بيضل الغاز والع كل الوقت. هلا بدها تفور. شو عم ترقنا عين على بكره؟ مش لأن كرمالك وحياتك كرمالك القهوة. فهيك رح نعمل فنجان. اوه وزيع حبيت. الاندكشن سيستم يلي موجود خلال البوتيك سعره بس 64 دولار، سهل التنظيف، بينضب بالجرور وهيك. يا رح نشوف اذا في قبض اليوم، مع قبضه ولا بلا قبضه. هيدي القهوه مغليه يعني، حتى البن كمان اخذ على بعضه. كثير لذيذ الشغل فيها. الاندكشن سيستم فيكم تاخذوه من خلال البوتيك، كما انكم فيكم تشوفوها على الويب سايت الخاص ببرنامجنا يلي كمان العنوان عم يقطع قدامكم على الشاشه. خلينا ننقر هالكوسيات ونفرجيكم كمان مره سهوله استخدام الزوكيني تيرنر بي. انكم تحضروا المحاشي، تحضروا نقر الكوسه، الباذنجان، القرع، اي شيء ثاني بطريقه ووسيله عمليه سهله واكيد فعاله. قد ما كان الكوسه صغيره كبيره قادرين تفرغوها بهيدا السيستم. فبس انتم بتبرموا الايد هي لحالها عم بتقوم بالباقي. منفرغ الداخل، هيدا الشيء مثل ما دائما بقول بينطبق على البطاطا، اي نوع من الخضار، تفاح، فاكهه. فاذا كمان النتيجه عم بتكون حلوه، واهم شيء السرعه. يعني انا سرعه وقله التعب، مش قله خاصيه الشغله، بس انه اذا واحد قادر يريح حاله ب 45 دولار واي نوت، انه هيدي ماشين للعمر يعني بتضل. اوكي خلصنا ولا اتصلوا فينا هلا واحصلوا على زوكيني تيرنر مع اثنين اكسسوارز، وحده اطول من الثانيه، وموجودين من خلال البوتيك ب 45 دولار عبر اتصالاتكم في على الارقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشه. اذا عم تحضرونا على يوتيوب وعبالكم على يوتيوب وعبالكم تعملوا شوبينج اونلاين ساعة اللي كان، فيكم تطلبوا اغراضكم كمان مره عبر الويب سايت الخاص بلابوتيك. خلينا ننتقل للفود بروسيسر من ماستر شيف يلي ما زالت موجوده من خلال برنامجنا. طبعا ماستر شيف بيكفلها سنتين، مؤلفه من بلندر وجرن كبير لتقدروا تستخدموه، ان كان للشفره يلي موجوده بالداخل يلي هي شفره للحمه، وحتى التلج فيكم تطحنوها بقلبها. الشفره الثانيه يلي هي شفره بلاستيك بواسطتها رح تقدروا تستعملوها للصلصه، للمايونيز وغيره. وكمان مره شفرات متعدده، وهي هالشفرات يلي بيركبوا على الديسك، هدول الديسكات وحده بيركبوا عليها كل الشفرات، وبالتالي صار عندكم تبرشوا، تقطعوا، تعملوا السلات، تعملوا جبنه، شوكولا، اي شيء. صدقوني هدول الشفرات كثير قويه وعمليات، يعني كلهم رح تستعملوه وكلهم رح تقدروا تستفيدوا منهم. ما نسيت ماستر شيف كمان مره انه يكون عندي عصاره الحمضيات هلأ يلي موجوده كمان لتسهلكم الشغل. فكل هالفود بروسيسر بكل اقسامها مكفوله مدى الحياه ب 135 دولار.
خلينا ننتقل للفرن من ماستر شيف كمان مره مكفول سنتين. هذا الفرن بسعه 45 لتر، لازم كل كون يكون عندكم هذا الفرن بالبيت بالشاليه بالجبل، لانه فعلا قوي وسريع وضمان انه الخبز يكون بالداخل 100% عم بيكون ناجح، لانه فيه كونفكشن اي هواء سخن، لانه فيه ريزيستانس من فوق ومن تحت، وكل وحده فينا نتحكم فيها على حدا. فمن خلال هيدا الفرن قادرين تعملوا الجاتو، قادرين تعملوا صواني الكبه، كل انواع المخبوزات، والشغله عم بتكون جدا سريعه. ففيكم تتصلوا فينا هلا وتحصلوا عليه ب $108، ودائما عبر 79 225 6789 9، وحتى صفحتنا على او الويب سايت الخاص بلابوتيك اللي هو لابوتيك شوبينج tv.com، وحتى صفحتنا على فيسبوك. خلينا ننتقل لوين عبالك تنتقل الى رحمتي. اوكي، خلينا ننتقل لفيديو بفرجينا سهولة شك المشاوي. شو رأيكم طبقة باذنجان مع فيلي سمك؟ باذنجان سمك فليفلة حر بعلبة بطريقة نظيفة وموضبة حتى تاخدوا مشاوي سهلة، لأنها مشكوكة خالصة. شوفوا كيف فيها تكون سمك وفيها تكون لحمة. فشقف اللحمة وقتها بنشتريها هيك بهيدي الطريقة ستيك، أو حتى سفاين الدجاج بنتبلهم نحن على ذوقنا، وبنقدر نصفهم بهيدي الطريقة داخل هالكيوب يلي سهل كمان مرة عملية شك المشاوي، وإنه آخذ نتيجة مشاوي بنفس المقاس حتى يكون عندي شوي متساوي على كل المنقل. فهيك بنحط الشاش الخشب، افضل تكونوا ناقعينهم لما يحترقوا على النار، وبس بتفوتون بهالثقوب يلي موجودين، بتمرقوا السكين من كلتي الجهتين، وبتقدروا تقصوا اللحمه بطريقه سهله وعمليه. فوقتها بتفتحوا هيدا الكيوب رح يطلع لكم 36 شيش متساويين بنفس الطريقه هيك مشكوكين، وبوقت جدا سريع قدروا يعملوا الشيء اللي عم نشوفه. وهذا الشيء انتم كمان ببيتكم مشاهدينا صرتوا قادرين تحضروا المشاوي على ذوقكم بالقياس اللحمي اللي بدكم اياها، مش تشترون مقطعين خالصين ويمكن تكون تتكاثر فيهم البكتيريا. فهيك طريقه نظيفه عمليه وسهله. بترجعوا بتعبوا اللحمه عن جديد، كيلو ونص تقريبا بتاخذوا، فيمكن فيكم تعملوها مرتين او ثلاثه لنهار احد تيبكلي نهار مشاوي قادرين نعمل هيدا الشيء. فمثل ما شايفينا بلاستيك هي منا فلين، وبهيدا الشكل بتعبوا اول شيء اللحمه كرويات بهيك بنسكرها اكيد قبل بتقفلوها من هون. ومثل ما قلت فيكم خضره فيكم فواكه، مش غلط فواكه كمان، اناناس بطيخ، بطيخ وحلوم على الشيش لذيذه. ايه شقفه بطيخ شقفه حلوم، وبقى ما حدا جاب لنا اياهم لنا ندوقهم على الهواء. فهون بنحط الشيش وبنشكها بالنص وبنعيد الكره بنفس الطريقه. مش بس هيدا هو الباكج، وانما الباكج بيتضمن ايضا باربيكيو كتير مهضوم مثل السله، عليه المصبى وجوا بتحطوا الفحم بتشعلوها وبصير عندكم قعده لذيذه على البلكون بساعة يمكن 6 شيش او 4 قراص هامبرجر. فكمان شغله مهضومه، غير انه الماتس يلي موجودين اللي هن باربيكيو مات يلي بتسمح لهيدا الجريل يتحول لجريل مسطح. كمان هدول فيكم تحطوهم بقلب الصواني الالومنيوم بقلب الفرن حتى ما يلزق الاكل، حتى ما تستعملوا الالومنيوم فويل، بيتغسلوا بيتقصقصوا وبيعيشوا 100 سنه. فهيك صار فيكم تاخذوا باكج متكامل كباربيكيو باكج من خلال بوتيك، ودائما عبر 79 225 6789 9. رح انتقل لطريقه توضيب الماكولات وقت نكون رايحين نتغدى بشغلنا، اخذين اكلاتنا معنا، رايحين مشوار بعيد، عم نروح نزور مناطق بلبنان، فينا ناخذ اكل معنا على الطريق ليلتهوا الاولاد ونلتهي الكوبيلوت بيلتهي كمان، واللي عم بيسوق بيكون دائما عم بيسوق. فهيدي هي الثيرمو كونتينر يلي بتضبط الاكل بالداخل وبيضل الاكل سخن
إذا كان سخن وبيضل مسقع، إذا كان مسقع وهيدا الشيء رح يكون لغاية 8 ساعات، فأصناف عديدة من المأكولات فيكن تحضروها وتاخدوها معكن، دايما ضبوها يا مسقعة يا سخنة حتى يضل الأكل عندكن جاهز. حتى الفواكه فيكن تاخدوها معكن، ما بتطعم على بعضها لأنه هالعلب المعمولين من ستينلس ستيل ما بيطعموا، ما بياخدوا ريحة، وحتى الأحلى شيء يعني أنا لفت لنظري إنه ما بتعرفوا شو في بالداخل. أوقات بيكون واحد أخد معه اكل بيعرف الثاني شو معه اكل، يعني تبقى الريحه شوي مزعجه، هون لا ما بنعرف شو في بالداخل. صار فيكم تحضروا ماكولاتكم ضمن ترموس او ترمو كونتينر بيوضبوا فيه الاكل، وبضل الاكل يا سخن 8 ساعات يا اما مسقع كمان مره 8 ساعات، وبيبقى السعر عم تشوفوا قدامكم على الشاشه وحده او اثنين، طبعا الاوفر دائما وقت بتاخذوا اثنين ترمو كونتينرز. رح ننتقل عند مسيو داغر حتى يخبرنا اكثر عن اهميه المي، ومشكور يعني مسيو داغر وميتسوبيتشي وكلينسوي انه على القليل المي اللي بدنا نشربها تكون مي نظيفه، بنوفر على حالنا عناء الامراض والنشاطات الصحيه. ولا تالي ولا تالي صح. بونجور كيفك؟ ماشي الحال. نحن اراتيل جروب وكلاء للميتسوبيشي ووتر فلترز لكل شرق الاوسط وافريقيا. نعم. الموديل اللي بدنا نحكي عنه هو حصريا بينباع عبر اللابوتيك. اوكي. ميتسوبيشي هي من الشركات الكتير قليلة اللي بعدها بتصنع بس باليابان، يعني فعلا عم نحكي على برودوي 100% ياباني مستورد من اليابان وكل هالقصص. اوكي. هلا الميتسوبيشي كمان بتتفرد ببراعة اختراع لها هي الهولو فايبر ممبرين اللي هن كناية عن شعيرات رفيعة، هي بتوقف لك تسرب البكتيريا مثل بالعرب الدارج اللي بنقول لهم انه هيدا مي ملوثة او مي او لقت بكتيريا من المي. ايه هلا بس ما مات، بس انه لقت بكتيريا من المي لقاته بالمستشفى بدري قدمي. مزبوط. الميتسوبيشي صار تقدر توقف لك كل هالقصص هول بواسطة هالتكنيك اللي هن مخترعينها. اوكي. فينا نركبه على حيال حنفية على المجلة او حنفية الشرب او حنفية حتى الخزان اذا مش عم تجي مية الشرب عنا. فينا نستعملها مي عادي، فينا نستعملها مرشة، وفينا نحولها على الفلتر. فاذا المي وقت تقطع عبر هيدا الفلتر بتتفلتر مزبوط، يعني بروح منها نكهة اللون والطعمة والريحة اضافة لكل البكتيريا الميتة والعايشة. اليوم في معنا شاب ضخور بده يجي يشرب مي، اكيد اهله ما بيخلوه يشرب قهوة. خلوك تشرب قهوة، اهلك ما بيخلوك تشرب قهوة، فشو رأيك؟ لانه حسيته هيك كول بدنا نربه شوي. مي سخنة. لا بردت يا بس بلا قطع من حديثك بدي فرجيهم الركوة للشباب انه حتى ما بقي فيها طفل، يعني كل البنات راحوا عن جد. هيدا بس بالاندكشن انجا هي نقطة الطفل. اوكي. شو صار عم تشرب؟ انا والله بدي اتشين مش بيانة؟ لا ما فيلت، بس هلا حنفرجي للعالم كيف بنغير الخرطوشة. خلي بس لانه لازم لازم يشرب ماي ليصدقوا اهله. بعتيه هيك مي عادي. اوكي. شفت هون عنا مي مجوية، شفتها؟ ما رح نشربك منها لانه الفلتر رح يقدر يحولها لمي نظيفة. هلا بدك انت عم تشرب تطلع بالكاميرا لانه الصغار ما بيكذبوا، يعني اذا ممكن يفتحوا عيونه هلا. اوكي. باينة؟ ايه يلا تنبر لكاميرا تو. اوكي. خلينا نشوف. فيها قهوة؟ فيها طعمة قهوة؟ مي عادي؟ اوكي. فشفتوا يعني حتى ولا رياكسيون كانه عم يشرب مي، فهي فعلا مي صحتين. اهلا وسهلا فيك. فمثل ما شايفين يعني حتى الصغار، يعني واحد الكبير ممكن يمثل الجريماس تبعه، بس الصغير ولا ممكن يمثل. فعلا نحن خلينا نشدد انه الميتسوبيشي هي ثوره بعالم الفلتراج وهالقصص هول، لانه فعلا مش عم تستعملي كيميكلز، مش عم تستعملي كهرباء، مش عم تستعملي شيء، عم تستعملي تكنيك فعلا كتير حديثة تتوقف كل شيء تسرب بكتيريا وجيرمز وطعمة وريحة ولون. نحن منشدد على شغلة انه مش بس للشرب، يعني عندي غسيل الخضرة، غسيل الفواكه، حتى يعني التلج اللي منحطها بالفريزر ضروري تكون فلتري 100%. فاذا فلتر عم بيأمن لي او شيء، اول شيء توفير للمي، تاني شيء عم بيأمن لي مي نظيفة، مي معدنية، مي حقيقية للشرب،
وموجود من خلال بوتيك طبعا الكرتوش موجود معه ب 220 دولار، كل كرتوش إضافية عم بيكون سعرها 88 دولار، والأفر اليوم رح يكون مع كل فلتر من كلينسوي الصغير ب 220 دولار، رح يكون في معه هدية وهي زوكيني تيرنر، زوكيني تيرنر لنقدر كمان ننقر الكوسة بطريقة سهلة وبطريقة عملية، فهيدي رح تكون كادو قيمتها إذا مش غلطانة 45 دولار. لليوم وبس. مش معقول. ليه هالقهر لليوم؟ يزعلوا منا العالم. فالزوكيني تيرنر رح تكون كادو مع فلتر كلينس. ما بدك قهوة سودا غير؟ ناخذ قهوة. أهلا وسهلا فيك. تروح كفي قهوتي أنا. يلا. وعجلوا خذوا الفلتر. لا أنا عن جد الزوكيني تيرنر رح تكون هدية كثير مهضومة ومفيدة لإلكم. خلينا ننتقل لنشوف الماب من أرياتي، كيف قادرين بمكنسة واحدة نمسح الأرض نعقم الأرض ونكنس بلا تعب. فإذا الماب هي تليانية الصنع، لأنه من ماركة أرياتي، يمكن ساعة عمودية لذيذة كتير بالشغل صيف وشتي، لأنه أكيد كلنا منحوز أنه نكنس الأرض حتى بالصيف، البلاط الباركي الرخام أي شيء، حتى إذا كان عندنا السجاد بعده موجود بالسالون قدرين نعمل هيدا الشيء، وهي زيتها عم تتحول لا تصير ممسحة وإنما من خلال المي اللي عم تتحول لبخار. وهيك شوفوا كمان إنه حتى الحبوب ما بتتطاير يمين وشمال، فعندها قوة للشفط، غير إنه الجارورة اللي موجود بداخلها هو فقط اللي بده يتنظف، الفراش بتبرم بتكنس وبتنظف، أكيد ما بتجرح الباركيه ولا بتجرح البلاط ولا بتنزع لنا الأرض. فهون وقتها بتتحول لبخار بكون معبينا مي، بكبسة واحدة رح تحول هالمي لبخار، البخار رح يمسح الأرض رح يقتل الجراثيم، ومشان هيك من بعد ما تكونوا مسحتوا بواسطة أرياتي فلور سبيبر اند ستيمر موب ما رح يكون عندكم تمشيح وما حيكون عندكم روايح للزبخة. هيدا الشيء كمان بساعد على إزالة البقع إن كان على الأرض أو حتى على الموكات، ترفعوها على الأكسسوار الخاص فيها وساعتها دخل البخار بصير أعمق لننظف الموكات حتى عن العمق، وبالتالي ما عندي عطنة عم بتكون موجودة بقلب السجادات، بتنطوى بندبش ريتا وبتكون خفيفة الوزن إضافة لشكلها يلي كمان عم بيكون كتير عملي ومهضوم. فاتصلوا فينا هلا لا تحصروا على فلور سويبر اند ستيم موب من أرياتي التليانية، ودائما عبر اتصالاتكم فينا على الأرقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشة، فإذا عبر 79-125-6789 موجودة ب 190 دولار 2 ان 1 ومكفولة من قبل أرياتي. خليني ارجع اذكركم بالويب سايت الموجود الخاص بلا بوتيك، فهو labouticeshoppingtv.com، بتشوفوا كل شيء باي كاتيجوري، وطبعا فيكم تتسوقوا عبر الانترنت وتوصل اغراضكم مثل ما شفتوا واسين اون تي في بس بلا بوتيك. تابعونا من بعد هالوقفه الاعلانيه. بعدكم عم تتابعوا الحلقة المباشرة على الهواء من لابوتيك باربيكيو كندا، الصنع باربيكيو عملي لكل الناس، لأنه بيشتغل على الفحم الحجري اللي دغري بيشتعل من خلال جرة غاز. هيدا الفحم بيتغسل بيتنظف بعيش لوقت طويل، وأكثر من هيك ما بيصير رماد، فما عندكم كمان أنه وين ما كبل رمادات وكيف بدنا نطفي الفحمات، فهيدا الطريقة عم بتكون سهلة وعملية، سريع الاشتعال، حتى فينا يعني نجزئه، فينا ندور كل هيدا الباربيكيو أو نختار قسم منه ليدور بواسطة الكبسات يلي موجودين للتشعيل. المعدن تبعه مقاوم لكل المناخات الطبيعية، مي، رطوبة، صدي، شمس، ما بصير له شيء، بعيش أبدي، حتى الخشب يلي موجودين على الجنبين حتى تقدروا تحطوا الصواني وغيرها كمان. دمغ عم بتشوفوها هون، خلينا نسكر لفرجيكم كمان انه وقت يتسكر بصير عندي ضبط للحراره، وبتوصل درجه الحراره لل 400 درجه، كمان بيتكرش وسهل انه تتركوا دائما على البالكون، ساعتها اللي بدكم فيكم تشووا. موجود من خلال بوتيك ب 310 دولار مكفول اذا وكندا الصنع. الهدايا اللي عم تشوفون قدامكم هن اواني السكب،
واخر شيء شعره لجورج، لانه جورج كل ما بيجوا على الاستوديو بمشط شعراته. فهيدي كمان لتنطف المصبع بطريقه سهله وعمليه. 310 دولار فيكم تطلبوه مركب خالص، وفيكم تطلبوه اكيد بالبوكس تبعه اذا انتم عبالكم تتسلوا بتركيبه. خلينا ننتقل لموضوع اخر، لموضوع الجمال وطبعا العيون وتحديدا الرموش، يلي كتار منا ما بيكتمل الميك اب تبعهم اذا ما ركبوا رموش اصطناعيه. سبحان الله، يعني بيخفي عيوب الميك اب اذا ما كان ناجح، بيفتح العين بيشقل العين. اليوم رح تتعرفوا على اف اي جي كيف بطريقه ناتشورال، واهم شيء انها طريقه عمليه وما بتاخذ من وقتكم الا تقريبا 10 ثواني، رح تقدروا تحصلوا على رموش كثيفه، رموش لونها أغمق ورموش أطول بعدة مرات قد ما أنتم بتستعملوا. النتيجة رح تبين ابتداء من ثالث أسبوع. شوفوا الفيديو وبنرجع نطمن على مدام حداد وين وصلوا رموشها. Amazing. Is that dress new? Can I get you a drink? Sure, we hit the dance floor. You got that something. I know you want more. So let's go. We know. مدام حداد اهلا وسهلا فيكي. مين اول حدا انتبه انه رموشك قصار وبيض وشقر، ومين اول حدا انتبه انه رموشك طوله وصاروا اكثر؟ الاول سؤال انا. أوكي. انا بعرف انه رموشي قصار وشقر ومانو كثير بالكتره. قبل ما تجي على لبنان كنت منتبهه لهيدا الشيء، لانه احنا بس بلبنان بضل امور الجماليه متعبتنا. اوكي، اول حدا انت انتبهت انه عن جد رموشي بدون تحسين؟ اكيد. ومين انتبه اول شيء انه اخذ نتيجه الاف اي جي؟ جوزي. اها، شفتوا كيف؟ فاذا يعني عطى نتيجه بوقت سريع الاف اي جي على كثير بسرعه. مزبوط، انا كم بحط كل يوم تقريبا، كل يوم افضل اذا كل يوم واحسن اذا من عشيه. اوكي، بنحط بهذا الطريقه كثير رفيعه. نعم، مثل اي لاينر. اوكي، هو بشرح لي حلوه لانه سيروم مثل المي، صح. مش مزيد، بنشف بسرعة وما بينزل. يعني اوقات في كريمات يمكن بتفوت بقلب العين، هون عم نرسم نحن ازيح على كعب الرموش ولحالها البرودكت عم بتفوت على داخل هالرمش وتشغل البصله. شو بيعمل مزبوط يعني الاف اي جي؟ بتعيش بصله، اذا بصله ميتي وما بقاش في شقر بتعيش بصله وبيبلش الشعر عن جديد بتطول. فاذا ممكن هي تكون بلشت عم تتحسن بس نحن مش قشعينها، مشان هيك بتقولي لي دائما لازم على ثلاث جماع ونص. أكيد. ما نزهق، نضلنا كل يوم كل يوم عم نستعمل الاف اي جي. بتكون بعد نفرجي مره طريقه ال، كان في فرح عندي. اوكي، هلا ما تجيني لانه شفت نتيجه على الرموش، مشان هيك جربت. اوكي، كتجربه حطيت مطرح ما في فرح. اوكي، وسكر الفرح. او اذا حدا بده، اذا مثلا الخواجب فورم مانو كامل او مانو حلا او بدهم يعملوا اسماك. أوكي. او يمكن بدهم يطولوا الشعر تيكون انه كل واحد انتظر. مزبوط، حسب رسمه العين وحسب رسمه الحواجب فيكم تستفيدوا من الاف اي جي اذا على الحواجب، كما انه فيكم تستفيدوا فيه على الرموش. بينوضع مره بالليل يعني قبل ما ننام حتى تكون العين نظيفه، وانما اذا اضطرينا نروح نظهر نسهر فينا نحط ميك اب وراه، ما بيأثر ابدا. انا بدي تشكري، اهلا وسهلا فيك. فاذا الاف اي جي موجود من خلال ابوتيك بالسعر يلي عم تشوفوه قدامكم على الشاشه، ودائما عبر 9700225689. رح ننتقل لنحكي عن الجولد ماسك من هاي ليفت، وهي ماركه فرنسيه عامله باكج رائع، وهو كنايه عن ميه الذهب 24 قيراط.
ان كان ضمن ماسك بيعطيني ترطيب للبشره، وطبعا الذهب هو انتي اوكسيدان، غير انه بيعطيني لمعه للبشره، بيشغل الكولاجين وبيقدر يعطيني رونق مختلف عن كل الماسكات، لانه البيس تبعه هو 24 قيراط من ميه الذهب. فاذا فيكم تكونوا مره بالاسبوع على بشره نظيفه، نحط بعده لايرز او عده طبقات من الماسك ذهب من هاي ليفت، لناخد كل المنافع يلي بتقروا عنا ويمكن بينصحوكم فيها كجولد ماسك تضعوه على بشرة الوجه وطبعا على الجسم اذا حبيتوا. السيروم يلي موجود الى جانب الجولد ماسك كمان فيه مية الذهب 24 كيرات، ببرودكت تقدروا تستعملوه الصبح وبتقدروا تستخدموه المساء مع على بشرة نظيفة قبل كريماتكم، وكمان رح يعطيكم لمعة. حتى هو اذا الصبح مستعملينه لحاله فيه مثل برش من الذهب، يعطيني رونق مختلف جدا عن كل الكريمات والسيروم يلي معودين نستخدمهم. هاي ليفت الماركة الفرنسية باثنين برودكتس من الجولد ماسك والسيروم ماسك سيروم جولد موجودين بسعر رائع عبر لابوتيك، فدايما عبر 79-225-678-9. رح ننتقل لنشوف هالمرة الذهب بالمغرب، شو يعني بالنسبة لإلهم الذهب؟ شو هو؟ ليش سموا زيت الأرغان إنه بمثابة الذهب؟ تابعوا هيدا الفيديو. زيت ذهبي نادر بمنشئه، طبيعي وثمين بفعاليته، يحدث ثورة في عالم التجميل لتودع معه كل سيدة الحقن والجراحة. هو الذهب السائل، هو زيت الأرغان، زيت مستخرج من ثمرة شجرة الأرغان النادرة المعروفة بشجرة الحياة والتي تنمو في جنوب المغرب. هو اليوم البديل الطبيعي عن كل المواد الكيميائية التي قد تترك أثاراً جانبية. هذا بالتأكيد ليس مجرد إعلان وإنما واقع مثبت علمياً، فهو يعتبر الاكتشاف الأكبر في حقل الجمال. ودخل زيت أرغان في تصنيع العديد من المنتجات نظراً لفعاليته، لأن زيت أرغان يقاوم ترهل الجلد ويساهم في تأخير ظهور التجاعيد، يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقاً، يغذي الشعر التالف ويعيد حيويته، يعالج المشاكل الجلدية منها حب الشباب، التشققات والإكزيما، ويقوي الأظافر. يكفي أن يكون زيت أرغان أحد أهم المستحضرات التي توجت إطلالات أهم مشاهير هوليوود كسلمى الحايك وكيم كارداشيان وبيونسي وأوبرا وغيرهن، وتربع اسمه في أبرز عناوين أهم الصحف العالمية كنيويورك تايمز ومجلة فوغ، ليتوج زيت أرغان اليوم نجما ذهبيا طبيعيا. فإذا هالقد بالأرغان عم يعطي نتيجة، وطبعا كثير من الناس من خلال بوتيك عم ترجع تكرر شراء للبلارغان للنتيجة اللي عم تشوفها، إن كان على البشرة الوجه الشعر وحتى الأظافر. بلارغان موجود من خلال بوتيك $55. رح ننتقل لفقرة مخصصة لبوبي جو يلي كمان بتلاقون بالأشرفية، وهن يعني اختصاصهم كان الألماز والذهب، وعملوا هيك ترند جديد يلي هو فيوجن جوريلي من الفضة عيار 22، وإنما هالفضة مكفول مدى الحياة ومثل روديوم مثل ذهب ابيض اصفر زهر، انتو مثل ما بدكم فيكم تستذوقوا. مصمم مجوهرات رياض عبدو هل بودي تشين، طبعا كتار منكم شايفينهم يمكن على الانترنت، وانما كان حريص على استخدام الفضه مع الجنازير يلي هن سماك حتى ما ينقطش بسرعه وما بينقطش اصلا، اضافه انه هو مكفول ما بغير لون، وفيها تكون الصبيه عم تتزين فيه على المايو على اللانجوري تحت التيب وحتى فوق التيب. فالبادي تشين يلي موجود من خلال برنامجنا بينلبس الجزء الاعلى منه بالرقبه والجزء الثاني بينلف على الخصر حتى تكون هيدي البابيونه متوسطه تحت الصدر شوي على البطن. كمان وقت تكونوا عم تختاروا ايتم سينية من فيوجن جوريلي حتى تكونوا عارفين كمان حالكم انكم عم تلبسوا فاشن سينية، موجوده بس ب $100 سعرها. كمان فيكم تختاروا بدل البابيون مثلا الانيشال تبع اسمكم مثل ما تصمم هون كمان على الذهب الاصفر مع الروديوم حرف اسمه،
فكتير لذيذ. اوقات ما قلنا جديد نحط كولي، بدنا نلبس شيء هيك مهضوم على توب بيضة او حتى على المايو، فيكون عندكم هيدا الشيء كمان بس ب $100. برجع بذكر انه مكفول من قبل بوبي جو، موجود من خلال بوتيك ب $100، فيكون هدية مهضومة وفيكن انتم تتزينوا فيه. فيوجن جوريلي، واللي تعود على الديزاين تبع فيوجن جوريلي ما رح يكون بعيد عنه الديزاين يلي رح نشوفه اليوم معنا، وهو كناية عن سلسلة الفضة 22 عياره 22 مطلي من الذهب الابيض، وكمان فيكم تختاروا انتم اللون يلي بدكم اياه مع هالباندنت يلي موجوده هون، هالباندنت اللي كلها مشكوكه زيركون وبتتوسطها هالحبه الحمراء. انما لانه عم نحكي فيوجن جوريلي ولانه عم نحكي عنايه بالسيدات حتى ما يزهقوا، هيدي الحبه فيكم تشلوها مثل ما انا عم بعمل، وفيكم تلبسوها هيك بلا الحبة، فيكن تلبسوها بالقلب مع الحبة أو بلا الحبة، وفيكن تغيروا كل هيدول الحبوب ليصير عندي مثلا باندنت تلبق على التياب الأسود، حبة سوداء، حتى فيها تكون حبة خضراء، يعني بطريقة كتير هينة فينا نغير بالباندنت. نرجع ندخل السنسل، الباندنت مع السنسيل تبعه ومع هيدي الاحجار نصف كريمه سعرهم فقط $150، يعني كانكم عم تاخذوا 5 باندنتس مع السنسيل وانما ببرودكت واحد من فيوجن جوريلي. كمان فيكم تختاروا الحلق يلي كمان مره فيكم تغيروا بالوانه، كل جزء من هذا الحلق في معه حبوب مختلفه الالوان، 3 الوان، فاذا الاخضر الاحمر والاسود، فكمان مره فينا نسحب الحبة من الداخل، بيبقى عندي هالدوليب اذا بتكون، واحط لون تاني من هون ويصير عندي حلق غير لون. فيكن تختارون كمان الحلق ب $170، ووقتها بتختاروا الباكج كله، يعني الباندن مع الحلق يلي رح نشوف كمان سعرهم على الهواء يلي بيصير قيمتهم $320. اذا جوز الحلق معه 6 احجار نصف كريمه والباندنت في معه ايضا 3 احجار نصف كريمه، رح يطلع لكم معه هديه اللي هو بادي تشين ب $100. فكمان هون عم نحكي عن كادو قيم جدا من فيوجن جوريلي ومركزهم بالاشرفيه بعنوان بوبي جو. فاتصلوا فينا هلا لتحصلوا على كل اغراضكم، وتابعونا على الويب سايت الخاص بلابوتيك شوبينج تي في دوت كوم وتشوفوا كل الاغراض يلي عم تمرق على الهواء واغراض سبق ومرقت على الهواء فينا كمان اذا بعدها متوفره انكم تطلبوها. رح ننتقل لنشوف فيديو بعرفنا اكثر عن تيو يلي موجود من خلال لابوتيك ليسهل علينا عمليه الشطف واستهلاك المي بلا يكون معنا عناء باع النبريش يلي بعركج يلي بكمخ يلي بيتعش واللي ما بنعرفه ما نضبه. شوفوا هيدا الفيديو. Super Green vous présente le tuyau extensible, le tuyau qui prend 3 fois sa taille sous la pression de l'eau. Ce tuyau très compact et très léger est livré avec un pistolet multijet. Son secret réside dans l'alliage du latex et d'une gaine en polyester spécifique. Vous allez pouvoir oublier ce type de situation qui est généralement ce qui se produit lorsque vous avez décidé de sortir votre tuyau d'arrosage traditionnel. Quelle que soit la taille de votre tuyau extensible Super Green, il sera toujours aussi compact et toujours aussi facile à installer et à brancher à votre robinet. On le met sous pression d'eau et regardez ce qui se passe. Il devient 3 fois plus grand en quelques secondes. Ce tuyau de 5 mètres devient un tuyau de 15 mètres. Il vous permet de rejoindre l'autre côté de votre jardin pour entamer des travaux de nettoyage ou d'arrosage. Il est incroyablement léger. Moins de 1 kg quel que soit le modèle choisi, et il est excessivement simple à ranger, rien de comparable avec votre tuyau traditionnel. Coupez l'alimentation en eau, videz le reste d'eau contenu dans le tuyau avec le pistolet multijet, et il passe de 15 mètres à 5 mètres en quelques secondes, et il est excessivement simple à ranger puisqu'il ne fait pas de nœud. Le pistolet multijet quant à lui vous permet de choisir la position idéale pour arroser ou bricoler. Alors vous avez le choix.
فإذا مثل ما شفتوا التويو موجود من خلال بوتيك اللي طوله 3 امتار وأنا ما بتدفق فيه المي مع ضخ مطار المي بيقدر يوصل 22.86 متر وإذا بتاخدوا 2 فيكم كمان معه أكسسوار ينوصلوا ببعضهم حتى يصير عندي تغطية أشمل لباركينج لمولات لمحلات كمان فيكم تستفيدوا من هالتويو يلي موجود من خلال بوتيك بالسعر يلي عم تشوفوه قدامكم على الشاشة. ضمن الجام يلي خاصة بالبريكولاج خلينا نشوف فيديو بعرفنا اكثر عن الرينوفيتر يلي مع شفراته والمبارد يلي موجودين معه يلي بيوصل عددهم لل 30 قطعه فيكم صرتوا تستخدموه ب 100 وسيله ان كنتوا عندكم منشره او معمل او حتى لاستخدامات داخل المنزل للتظبيطات الصغيره يلي اوقات نتمنى يكون عندنا رينوفيتر حتى نقوم فيها. شوفوا ليش. Quel outil pourrait faire les mêmes travaux que plus d'une douzaine d'outils traditionnels réunis? C'est le tout nouveau Rénovator. Cet outil digne des professionnels de la rénovation deviendra vite votre allié indispensable parce qu'il vient à bout de centaines de travaux, plus facilement, plus rapidement et plus précisément que les outils professionnels. Contrairement aux outils habituels aux lames rotatives ou en va-et-vient, le Rénovator est doté d'un système unique à oscillation, variable entre 8500 et 21000 mouvements par minute. Ce système permet une précision de coupe sans nul autre pareil, tout en étant bien plus sûr que n'importe quel autre outil sur le marché. Le Rénovator est l'allié indispensable pour tous vos travaux dans la maison, de vos rénovations d'envergure aux menus réparations quotidiennes. Cet outil vient à bout de planche jusqu'à 5 cm de large. Regardez comme il tranche ce montant de porte avec précision et fait une encoche dans cette planche en quelques secondes. C'est l'outil idéal pour toutes vos coupes en plongée. La petite taille du Rénovator vous permet de l'utiliser dans les espaces exigus où beaucoup d'outils trop encombrants ne pourraient se glisser. Tranchez à ras les pointes qui dépassent dangereusement. Découpez tous vos tuyaux en métal ou en plastique. Vous pouvez même couper vos plinthes sans les retirer du mur, chose que vous ne tenteriez jamais avec un outil traditionnel, sous peine d'endommager le mur ou la plinthe. Que vous soyez un bricoleur du dimanche ou un professionnel, le Rénovator deviendra votre allié pour venir à bout de centaines de travaux de réparation ou de rénovation. C'est l'outil dont vous ne pourrez plus vous passer. إذا 100 وسيلة ووسيلة من خلال رينوفيتر فيكم تستخدموها بمجرد أنكم تطلبوها من خلال بوتيك وبتوصل لعندكم أكيد من دون أي تكاليف إضافية. طبعا انتقلنا لكوليس لبوتيك جو أهلا وسهلا فيك بتمثل ال سي موتورز رح تخبرنا أكثر عن السيارة اللي موجودة معنا وطبعا عن الأوفر يلي موجود من قبل شركتكم عبر لبوتيك. تفضل. أهلا وسهلا فيكم. ال سي موتورز بتعوضتكم على كل شيء حلو وجديد منوع بالسوق. سيارتنا كثير مميزة بتجيبها شركة ال سي موتورز موجودة على الدورة. نعم. بذكر بأرقام تليفوناتنا 01-887-007 ونهر ابراهيم كمان. جريت. فإذا بفرعين على الدورة وبنهر ابراهيم بتخيل الميكرو تبع بده صح؟ في شيء غطل بالمايك؟ اوكي. بس بدنا نضوي يلا طلع صوت. اوكي. فاذا خبرني اكثر عن السياره اللي موجوده اليوم بلا بوتيك، سياره مميزه طبعا. نعم. خاصه انه سعرها عم بيكون مميز لزبائننا. صحيح. هي زوتي 200 مميزه انه سياره فاميلي كار. أوكي. مع صندوق واسعه فرج جلد. نعم. جايه ازاز كهرباء، ريموت كنترول، فوق لايت، انجن في كفاءه 100,000 كيلومتر او 3 سنين. فيها كثير مميزات بنلقي نظر عليها حتى بشكلها الرياضي هيك من قدام سبورتيف شكلها. اوكي. ومن ورا عم نشوف الداخل حتى التابلو مميز جو يعني اكيد التابلو مميز فيها اللايس تبعه كثير حلو. اوكي مزبوط. طيب اليوم وقت عم نحكي عن سياره صينيه وبشكل رائع، كيف واحد بيكون مرتاح وقت عم يشتري سياره صينيه من عند ال سي موتورز؟ اول شيء ضمن التجربه اللي عم نسوق عملنا فيها، بعدين على كفالتنا الموجوده على 100,000 كيلومتر او 3 سنين. نعم. بسيرفيسنا الموجود بجراجاتنا، بتسهيلاتنا بالدفع، بتشوف فيها بتسوق بالسوق انه صارت كثير مشهوره ان كان بمصروف بنزينات ومطلوب. اليوم بدنا نشتري سياره اهم شيء دائما بيكون السؤال انه في جراج في قطع في كلها متوفره عندنا باسعار كثير مناسبه مثل السوق يعني. اوكي. واكيد ضمنا نحن كفلتنا موجوده على الشركه بنتزع فيها ضمن كفلتنا. اوكي. اليوم هذا السعر عم ينكسر على الهواء يعني. صحيح. عم نحكي تقريبا بال 10,000 وشوي. 10,900 دولار اكيد بلا تسجيل وبلا تبعه. اذا عم ندفع كاش صح؟ نعم صحيح. اوكي. في وسائل ثانيه اسهل بسهوله؟ عندنا تسهيلات كثير بالدفع. عندنا طريقتين، يا 25% بروح على البنك. أوكي. يا 50% من حق السياره بيعمل كبيلات عندنا دون فوائد. اوكي. فاذا خلينا نركز شوي كمان مره على السياره يلي عم نشوفها قدامنا، هيدي موجوده بعده الوان. بعده الوان عندنا، والسعر بينطبق على كل الالوان يعني كل حتى الالوان الاسود. بعضها.
الفرش الجلد هيدا المميز فيها، فرش السيارة فيها جلد. اوكي خبرني اكثر عن نبرم عليها شوي. يلا. فيها اكيد تابلو مميز بالوانه بالسيدي اللي بقلبه، فيها يو اس بي، في عندنا كلها سياره مع اي سي اكيد عم نحكي ازاز كهرباء ريموت كنترول فيتاس عادي وبتعمل تقريبا بال 250 بالتانكي. اوكي والفرش المميز فيها فرش جلد. نعم حليتها تلاقي سياره صغيره فاميلي كار صغيره فيها فرش جلد. اوكي اوكي قد ايه بتساع ورا يعني محميين ثلاث اشخاص فيني اقعدوا معهم؟ قبل كنا نطلع سبعه هلا فينا نطلع تسعه. اوكي بس اذا ثلاثه قاعدين ثلاثتهم حاطين اكيد في سيت بيلت. هذه سيفتي بيلت عندنا موجوده بكل سياراتنا حتى مع ايرباك. اوكي بتلوع مع اي سي؟ شو بتعمل؟ شو وضعها؟ بتشد بضل الاي سي بتقرب ما بتقرب؟ يعني بتعرف يعني في ناس تسأل كثير أسئلة دقيقة لليوم عم تعمل عم تدفع صحيح مبلغ صحيح يعني مش عم نشتري صحيح صحيح. نحن في عندنا تيست درايف ساعة اللي بدهم يعملوا تيست درايف على سياراتنا وبشوفوا شو النتيجة. اوكي بالنسبة للإنجن الإنجن كثير سهل منه معقد. اوكي مثل ما قلنا في كفالة على 100,000 كم أو 3 سنين. اوكي سهل يعني حتى ميكانيكيا سهل كثير منه صعب وياباني اكيد فاليوم بتعرف هذا واحد بيروح بيشتري سياره من الشركه اول شيء بيجي بباله انا بدي اريح بالي بدي اروح اشتري سياره من الشركه زيرو كيلومتر. كيف انتم بتريحوا بال الناس؟ نحن اول شيء بيعملها تيست درايف عجبته مستعدين يسوقها وين ما بده طلوع نزول وهم نتيجتها بيقرر ونحن مشي معه على مده 3 سنين. أوكي. شو بجد معه نحن حاضرين خلال هالثلاث سنين اذا نزل موديل جديد على بالهم يغيروا في جديد في جديد بحط القديمه بيكمل بجديد اكيد حسب كثير ولا حسب ما يكون ماشي السياره في عندك سيارات بيمشوا فيهم كثير حسب ما تكون ماشي فيهم. هذا صوت الموتور ناعم دور الرئيسي شغال برضه تنشوف اذا بدنا نفعن هذا الشيء بعمل مع التيموتور. اوكي عن جد يعني هيدي اشياء بتعرف اليوم السياره الموجوده عندنا مثل حيلا برودكت يعني لازم فعلا نجربها لانه الناس عندها يعني البرنامج عنده مصداقيه والناس بتنطرنا على اداء التفاصيل. نعني اكثر بالسياره نحن ناطرينكم تزورونا وتعملوا تيست درايف وتشوفوا هلا قلتوا نحن عملنا هيدي الوجبات مشان هيك ال سي موتورز موجود من خلال لابوتيك. اخر كلمه لك جو شو بتحب؟ نحن بنحب نذكر بالارقام تليفوناتنا تبع ال سي موتورز 01-887-007 هذا على الدوره فرع نهر ابراهيم 09-449-777 فاذا والاسعار اللي عم تشوفوها مغايره يمكن عن سعر السوق لانه من خلال بوتيك. انا جو بدي اشكرك واهلا وسهلا فيك. مشاهدينا لهون بتكون خلصت حلقتنا من لابوتيك من اصغر برودكت لاكبر برودكت بيوصل لعندكم اكيد بوقت جدا قليل. ما تنسوا تعملوا شوبينج اونلاين عبر الادراس اللي عم تشوفوا كمان على الشاشه حتى تقدروا ساعتها اللي بدكم تعملوا شوبينج نفس البرودكتس ونفس اذا بدكم مستوى بالمشتريات. انا بتشكر متابعتكم لهالحلقه المباشره على الهواء بشوفكم بكره بحلقه جديده. باي باي. We'll be right back.